الطريق الرابطة بين بني بونصار وترقيس لا تزال مقطوعة لأنها تضررت بفعل انجراف التربة الناجمة عن الاضطرابات الجوية الأخيرة. حركة سيري في مختلف المحاور الطرقية بالمنطقة لم تعد بعد إلى انسيابيتها. فؤاد العزوزي وعلى أدي الحميني. عدد من الطرق بإقليم الحسيمة عرفت اضطرابا في حركة السير بفعل مياه الأمطار التي تشق طريقها عبر الجبال متسببة في انجراف التربة وإغلاق الطرق وعزلة السكان، كما هو الحال هنا بالنسبة للطريق الرابطة بين طريق الوحدة أو الطريق الجهوية رقم 509 وجماعة تمساوت. البلايص كيسحقوا الطالوش يلا كيقيس الحيط كيخلي الجارف يلا كطيح القطرة الأولى أنت كتشوف شنو الجراف كاملة هبطة لأن ما كيديروش خاص الطالوش ديال الأرض. دابا الناس مقطوعة عليها لا المواد الغذائية لا بوطة ولا أي حاجة. التساقطات تسببت في إغلاق تام للطريق الوطني رقم 8 والرابطة بين ترقيس وبني بونصار، حيث تتواصل أشغال إعادة فتح الطريق إلى حد الآن، فيما تتوقف حركة السير في طرق أخرى بشكل مؤقت. كاين دابا الجبال سيطيح الحجر وهذا ومع الماء كتقطع الطريق. مع الطنوبيلات حاضرين كان داك الحجر يفرع لي كارتير ديال لي فواتور تحت. مشكل جراف التربه وتساقط الاحجار في طرق كالطريق الرابطه بين كتامه ودوار وشيت يستدعي في كل مره تدخل الاليات لازاله الاوحال. اليات موزعه بشكل عقلاني على النقط الحساسه باش يكون هناك اسراع تدخل. فيما تشوفوا هذه الاوحال ملي كتكون الاله شاده واحد المقطع ديال 10 20 كيلومتر فكيسهل عليها التدخل، وبالتالي بالنسبه لمستعملين الطريق ما كيحسوش بالتاثير بشكل كبير. التاثيرات واضحه للعيان، حركه السير والتنقل مضطربه بالطرق والاوديه ارتفع منسوبها وارتوت الارض بامطار الخير التي تتساقط بغزاره في مناطق كإكاون وإساجن وكتامة وترقيست بإقليم الحسيمة.